فيديون بعت لنا على بيج انت حر. خلينا نشوفه، رح نشوفه نحن وياكم. يعني ما بنعرف اذا هيدا نوع من تحدي لهيبة الدولة او نوع من شيء عاملينه. خلينا نحضر الفيديو ورح نعلق عليه. لا هذا شوف شو بعده، شو المغرب يا حبيبي؟ احنا اسرائيل ما هربنا منها، ما بعرف في الدار كرهك ضلينا نحلل كل ما نحضر انه معقول يكون مركب ولا مزبوط، بس حتى نقلكم انه هيدي الاشياء ما بتصير، وانه ما في ناس بيبقوا عم يتصيدوا وبيتحدوا القوى الامنية، وانه ما في ناس بيعتبروا انه هن بيعملوا الدولة اللبنانية، وانه ما في دولة لبنانية فوق راسهم وما في امن فوق راسهم. لا، هيدي الاحتمالات كلها واردة. اذا كان هيدا الفيديو مركب انا بستبعد يكون مركب، ولكن لازم الليلة نطرح الفرضية لانه ما في شيء موثق. اذا كان هيدا مركب بيكون تركيبة او مسحة بتشبه الواقع والواقع بصير. وإذا كانت وأنا برجح شغلي مظبوطة، للأسف يعني قديش مبسوطين أنه يتحدوا هيبة القوى الأمنية ويتحدوا أشخاص لابسين بدلتهم. عن جد هيدي شغلي بشعة، وأنا أتمنى نرجع هيك نقدر نجيب مزيد من المعلومات. هيدا فيديو ما بيخلينا ننبسط، في ناس بيضحكوا على هيدا الفيديو، في ناس بيضحكوا لما يشوفوا عناصر قوى الأمن عم يهربوا وعم يتقوص عليهم، ولكن إحنا ما بنضحك، نحن بنحزن لهذا الواقع بلبنان اللي ما بدنا يستمر.